قاموا به جهد المقل. هذا يقول فيه هذا حد جهدنا، ان احنا الدوله لم تعطي للشباب اموال. لابد من وجود عنصر الدوله ايضا. لازم لازم لازم، احنا ماناش في العصر الحجري. لو كان في العصر الحجري لا توجد مدنيه، لكن ممكن نقول معليش خلينا نديروا قبائل ونديروا هنديان وكاوبوي ونشتغل ونديروا بلاد بروحنا. لكن توا في بلاد، في مبنى، في فلوس، في جيش، في شرطه، في رئاسة وزراء، في سيارات ابيض وكحل وعليها سرينات، فيها في هيبه، في دوله، في سفراء اجانب، في هذه دوله قائمه، مش بنقول انها مش موجوده الدوله. لكن احنا جهد المقل، الجهد الاجتماعي، احنا شنو الفرصه بين يدينا؟ الايمان وضعنا 70 شعبه، ادناها اماطه الاذى عن الطريق. ان احنا لقينا شباب على وشك ان اللي يخرج عن الطريق نردوه ونحاول نقولوا فيه كلمه طيبه. انا اقول لك للشباب بعض منهم يحاول ان يفكر بطريقه بروحه ويحاول يدركي، لكن احنا نقول لهم علم بلا استاذ لا يخلو من الفساد. يجب عليك، لازم تكون هناك اماكن في كل مدينه. يعني نعطيك مثال، دور البلديات احنا وجهة نظرنا، احنا في حالة استثنائية في ليبيا كلها. عندنا أكثر من 96 بلدية على مستوى أنحاء ليبيا كلها، البلديات عندها دور. احنا الوضع الاستثنائي هذا، احنا في حالة أزمة، على البلديات أن تفتح مراكز للشباب 24 ساعة. الشباب ماذا تحتوي هذه المراكز؟ مراكز شباب، إيواء شباب بأي صفة. يعني في ديل مثلا احنا ما عندناش أماكن للاستقطاب طب الشباب الذي على وشك يضيع او ضايع. ما عندناش مراكز لاعاده تاهيل الشباب اللي ما عنده شيء، لا عنده لا شهادات ولا شيء. ما عندناش مراكز لايواء الشباب اللي عندهم مشاكل اجتماعيه. احنا لازم نبدا من الاساسيات. هذه كانت موجوده في بالذات في عهد الملك ادريس الله يرحمه ويوسع عليه وكل من خدم ليبيا في هذاك الوقت، اقامه مراكز شباب. الخط الساخن، وولد تخاصم هو ابوها وتخاصم هو مرت ابوها وهو عائلته. المراكز الاجتماعيه نبدو من الخطوه، البرامج الاجتماعيه هي لا تكلفك شيء. البلديات ما تقولش ما عنديش فلوس. هذه الاشياء تستطيع، ان هناك العديد من الاماكن تستطيع تحط فيها الشباب المحتاج الى ايواء. نبدو من هنايا. انت شو اللي فسد عليك سيد عبد الرحمن؟ اللي فسد عليك شخص ما يعرفش النظام. انت لما توقف في طابور بتاع خبزه ولا طابور بتاع مصرف ولا طابور بتاع بنزينه ولا طابور بتاع جوازات، شنو تخاف من شنو؟ تخاف من 2-3% اللي جو يقصوا الطابور بس؟ هم تخاف منهم؟ اما الشباب، عند اغلب الشباب الليبي شباب طيب كويس، قابل للصيانه، قابل للعمل. تخاف من منه؟ تخاف من المجموعه البسيطه اللي تجي تفركس عليك الطابور، اللي تجي تدير فوضى داخل الشباب. في المدرسه، انا اعطيك مثال، هل في بلديه من بلديات طرابلس او ليبيا ما فيهاش مدرسه؟ اعتقد المدارس في ليبيا كلها، صح ولا؟ نعم. من قال علينا ان نقفل المدارس في فصل الصيف؟ احنا في وضع استثنائي. تنين بالمدارس تفتح حتى في الليل. احنا عندنا ناس ما يحللاش الجو اني بنسايره، لان عندنا الالاف من الشباب على وشك انه يضيع او ضاع. تصدق ان عندي شباب ما يعرفش حتى الصلاه، ما يعرفش حتى هل شو معناه الخلق الاجتماعي، ما يعرفش صلة الرحم، ما يعرفش حتى من طريقة طرح خطبة الجمعة، طريقة حوار ضعيف. أنا نفتح للمدرسة يكون فيها مرشد اجتماعي، مرشد ديني، مرشد أمني، مرشد علمي، نعم. اللي عمزين على مدى كل واحد وعلى جهده. نقول له من الساعة 12 في الليل روح.